خلاص خلاص. ايه اللي جابك بدري كده يا زهير؟ صباح الخير يا استاذ نبيل. خير؟ حصل ايه؟ حصل كل خير يا وش الخير. حضرتك ممكن من بكره تروح تفتح المكتبه بتاعتك. ازاي يعني؟ مش فاهم. الله، هو طارق ابن حضرتك ما قالكش ولا ايه؟ المفروض يقول لي ايه يعني؟ لك ايه؟ ايه غريبه دي؟ ايه الحكايه؟ ما تقول لي ايه اللي حصل؟ مفيش، طارق ابن حضرتك النجيب عدى عليا من كام يوم وقال لي عايزين نروح ندفع الضرايب. قلت له يلا، رحنا دفعناها وخلصنا الموضوع والحمد لله. طارق، وده جاب مبلغ زي ده منين؟ والله علم علمك. طارق انت ولد. طارق صباح الخير يا بابا. ايه ده؟ ازيك يا استاذ زهير؟ كلمني انا. ازيك يا طارق؟ الفلوس اللي انت دفعتها للضرايب جبتها منين؟ بصراحه بابا انا رحت الوسيله وخدتهم منها. وسيله؟ وما اتاخرتش ولا لحظه والله، اديتني الفلوس على طول. وانت ازاي تعمل حاجه زي كده من ورايا؟ يعني حضرتك يعني كنت عايزني اقعد اتفرج لما المكتبه يتحجز عليها وحضرتك تروح السجن؟ ما انا كنت لازم اتصرف. تقوم تبيعني وتبيع شرفي؟ يا قليل ادب يا كلب يا وصي. خلاص يا استاذ نبيل، ابعد عني.